برئاسة سعادة السيد سمير بن عبد الله ناس رئيس غرفة البحرين جرت مراسم التوقيع على اتفاقية شراكة استراتيجية بين غرفة تجارة وصناعة البحرين وغرفة التجارة الدولية، وذلك على هامش المشاركة في القمة الاقتصادية الخامسة بين فرنسا والدول العربية. ومن جانبه أكد رئيس غرفة البحرين على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية التي تأتي انطلاقا من نهج مملكة البحرين في بناء جسور التعاون والشراكات التنموية مع المنظمات الدولية بهدف خدم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام. بدوره قال السيد جوليان كاسوم النائب الأمين العام لشبكة غرفة التجارة الدولية إن هذه الاتفاقية تمثل علامة فارقة في تعزيز التعاون بين غرفة البحرين وغرفة التجارة الدولية، متوقعا أن يمهد توقيع هذه الاتفاقية الطريقة لمجموعة من المبادرات التي ستعزز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي في البحرين والمجتمع الدولي. الحمد لله اليوم وقعنا مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة الدولية، وطبعا هذه من الخطط اللي عملت غرفة البحرين للتوسع دوليا ويكونون لها حضور دوليا وترويج للبحرين لغرفة البحرين والتجارة بشكل عام وتشجيع الاستثمار في البحرين. على هالأساس راح نعمل مؤتمر في أبريل إن شاء الله في 2025 بحضور ICC والWTO مع ILO في مؤتمر كبير عالمي لأول مرة يعقد في 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 البحرين. ICC مؤسسة دولية لها يعني تواجد عالمي، استفادة غرض الاستفادة من خبراتهم، جعل غرفة البحرين مركز تميز، والهدف هي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استفادة من ممارسات الفضلة في هذا الجانب. وهذه تركيز راح يكون إن شاء الله جعل يعني عندهم ترتيب مع غرفة البحرين واستفادة مؤسسات الصغيرة المتوسطة في البحرين وفي الخليج كذلك. طبعا ICC تعتبر من المنظمات الرائدة في المستوى العالم في شن الأنظمة والتشريعات والقوانين في مجال الوساطة والتحكيم وفض المنازعات، وهاي طبعا يساعدنا كثير في غرفة تجارة البحرين كون ان احنا عندنا مركز تسوية المنازعات، فبيكون حافز كبير بالنسبة لنا على اساس ان تطوير المركز عندنا، وكذلك حق مملكة البحرين كون ان هي تحاول تكون اليوم من المراكز التحكيم وفض المنازعات العالمية. فهاي اتفاقيات وخبرة ICC بيساعد كثير في توجهنا وفي تطوير مكانة البحرين في هالمجال.